اهلا بكم. بدي ابدا معك دكتور، مع انه يعني ليديز فيرست، ولكن نبدا معك متخصص في هذا الشان. يعني انت يمكن سمعت المقدمه وانا بحكي امبارح الموضوع اللي حكينا فيه مع السيد فياض قال عن العبوات البلاستيكيه، واحنا الشعب الفلسطيني بالغالب معظمنا بنستخدم العبوات البلاستيكيه في جمع الزيت وتخزينه. نادرا ما نجد انه الناس اللي بتتخزنه على في الستانلس ستيل زي ما هو بيعمل، وفي الزجاج زي ما اخرين بيعملوا. على العموم وهو كمان ذكر انه والله في ناس بتستخدم عبوات مستخدمه اصلا في اشياء مختلفه، منها المبيدات الحشائش، واستخدموها كمان مرة، هو بقول أنا شفت بعيني. خطورة هذا الموضوع دكتور، يعني احنا بنتطرق لمواضيع صراحة أبو كريم. أنا بتشكرك على هذا الموضوع اللي كثير مهم بهذه الفترة الحالية. موضوع البلاستيك هو موضوع من أخطر المواضيع اللي العلم لحد الآن عم بحاول يثبت أضرار البلاستيك على كل القطاعات بما فيها صحة الإنسان والبيئة حتى على صحة الحيوان. فبالتالي موضوع البلاستيك هو مصادر متعددة، يعني وجود عدة مصادر للبلاستيك، أنواع كثيرة موجودة بالسوق وكل نوع له استخدامات. فبالتالي مصنع المواد الحشائش، رش الأعشاب والموبيلات الحشرات، بيضطر انه يستخدم مواد بلاستيكيه رخيصه الثمن، لسبب انه راح تكون فيها مواد كيماويه، وبالتالي هذه المواد البلاستيكيه ما بيجي بيصرف عليها مبالغ كبيره لانه ما فيها مواد غذائيه. فبالتالي هذا البلاستيك هو مخصص لاغراض غير غذائيه، وبالتالي بيكون رخيص الثمن، ممكن يكون من مصادر بلاستيك المكرر، استخدام فيها مواد احيانا محرمه تكون موجوده بالمواد البلاستيكيه المستخدمه للاغذيه. فبالتالي يصبح هذا البلاستيك وهي العبوات غير صالحه بالمطلق للاستخدام الادمي، وهي عليها علامات تحذيريه، مش فقط علامات تحذيريه على المحتوى اللي موجود داخل هاي العبوات، كمان على العبوه نفسها انها تحظر على الاستخدام البشري، سواء مش بس بالزيت، كمان بالميه، لانه في كثير ناس بحطوا فيها ميه وبيستخدموها، كمان احيانا بيستخدموها لاغراض نقل المياه من منطقه لاخرى، تخزين المياه بداخلها، وهذا برضه بشكل خطر كبير جدا، لانه بتكوين هذه المواد البلاستيكيه هناك مواد صغيرة الحجم تستخدم حتى تعطي الشكل والثباتية للعبوة البلاستيكية، وهذه المواد صغيرة الحجم أو دقيقة الحجم بتصير تعمل عملية ارتحال من العبوة نفسها إلى داخل الزيت، وبالتالي المستهلك بيبدأ يتناولها، بيكون بداخل زيته هذه المواد الصغيرة الحجم اللي راح تأثر أنت عليه. أنت قلت بأنه يعني، وأنا بحكي معك امبارح بالليل قلت أنه أنت كمان خبير في الزيت وخبير واشتغلت في المعاصر زمان وبتعرف شو التفاصيل. يعني نعم. سؤال، وإحنا بنحكي عن الموضوع الزيت وتخزينه، هل يوجد بحث قام به أحد ما أو أنت أو أي طرف عن الزيت ما قبل تخزينه في العبوات البلاستيكية وما بعد تخزينه في العبوات البلاستيكية، خاصة وأنه إحنا نستورد الزيوت من الخارج مثلا من كل دول العالم بنشوفها تستخدم في عبوات بلاستيكية؟ يعني هل نريد أن نثبت أم لدينا مبالغة في هذا الموضوع أم نحن في الطريق الصحيح؟ أبو كريم، موضوع الأبحاث بهذا الخصوص موضوع تم إغلاق صفحته من زمان. السبب الرئيسي وراء هذا الكلام، احنا بنتعامل مع الزيت بناخذه مثل ما هو، عشان هيك احنا بنتعامل مع زيوت زيت الزيتون بالذات. الزيوت الاخرى لها معامله ثانيه هلا بحكي لك فيها. زيت الزيتون احنا بنتعامل فيه مثل ما هو، عشان هيك بنحكي اسمه اكسترا فيرجن اوليف اويل، ما بتتم عليه اي بروسيس نهائيا. هلا الزيوت الثانيه اذا بتطلع تقرا على العبوه بيكون مكتوب عليها زيت ذره مكرر، هلا زيت صويا مكرر، هلا كلمة مكرر يعني تمت عليه عمليات تصنيعية حتى يصبح هذا الزيت قابل للأكل، لأنه زيت على سبيل المثال زيت النخيل أو الذرة أو الصويا أو غيرها من الزيوت يحتاج إلى معاملات حتى يتم التخلص من بعض المواد الموجودة بداخله، لأنه يعتبر غير قابل للاستهلاك الآدمي في حال إنه تم استخلاصه زي زيت الزيتون. زيت الزيتون الوحيد اللي لازم يتم حفظه في عبوات غير عن باقي الزيوت، لأسباب أنه لم يتم استخلاص أو التخلص من المواد المهمة للتغذية للبشر اللي إلها دور كبير جدا بصحة الناس ومتناولي. فبالتالي إحنا نتعامل مع الزيت
يعني فوائده لا حصر لها. الأبحاث العلمية في موضوع الفوائد غطت جانب كبير جدا من هذا الموضوع. تخزين الزيت الزيتون لا يصلح بالمطلق داخل عبوات بلاستيكية أو عبوات شفافة أو مشابهة للزيوت الأخرى بسبب محتوى الغني بالبوليفينولز الغني بالمواد الدهنية الرئيسية والأساسية لجسم الإنسان. أي تغير بعمليات التخزين أو النقل أو أثناء عمليات الحصاد أو غيرها من العمليات قد راح تؤثر بشكل مباشر على هذه المكونات ويصبح الزيت يستخدم لكنه فوائده قليلة، وأحيانا يصبح يحتوي على مواد مسرطنة من غير قصد المزارع أو المتعامل بهذا الزيت، يصبح يحتوي على مواد مسرطنة ويصبح غير قابل للاستهلاك الآدمي. طيب خليك معي. بدي ندخل دكتورة فيحاء البحشة، يعني رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب. سمعتي المقدمة اللي بحكيها اللي حكيتها واللي حكاها الدكتور؟ عفوا ما سمعتي المقدمة اللي حكاها الدكتور هلا؟ لا سمعتي الدكتور بس سؤالك. بقول لك سمعتي انت هلا هذا اللي بحكيه الدكتور؟ صحيح، يعني أنا بأكد تماماً على حديث الدكتور محمد، وخاصة إنه يعني عمليات استخراج الزيت من زيت الزيتون يعني إله آليات وإله طرق. يعني قبل فترة كان في هناك اجتماع من الهيئة الخاصة في زيت الزيتون وكيفية تصنيعه وكيفية تخزينه وكيفية التعامل معه، وللأسف البعض من المزارعين بيعتقد على إنه هو الزيت اللي موجود عنده هو نخب أول و بالكواليتي تاعته في أحسن مستوياتها، لكن للأسف مقارنة بالزيوت العالمية الأخرى لو أجينا بدنا نقارنها نلاحظ على أنه في هناك خلل. هذا الخلل البسيط ناتج إما عن طريقة التخزين مثل ما تفضل الدكتور، أو في بعض الأحيان طريقة العصر مباشرة، يعني الآلية اللي بتستخدم في عمليات العصر كان في هناك خلل فيها، وبالتالي درجة الحموضة ممكن تكون موجودة في الزيت مختلفة عن درجات الحموضة اللي هي المفروض إنها تكون موجودة فيه حتى يكون في هناك تخزين لفترات طويلة. بالإضافة إنه عملية تخزينه في العبوات مثل ما تفضلت حضرتك في بداية الحديث على إنه في هناك شكوى من الأخ فياض على إنه بعض المزارعين بيستخدموا بعض العبوات البلاستيكية المستخدمة سابقاً، بالتالي قديش هذه ممكن تنعكس بشكل سلبي على النوعية اللي ممكن إنها تكون موجودة وعلى الجودة اللي موجودة للزيت الزيتون، بالإضافة قديش تأثيرات السلبية اللي ممكن إنها كمان تقع على المستهلك في حال استخدم هذا الزيت إذا كان موجود في هذه العبوات. طبعا هذا هناك المفروض على إنه يكون في هناك دور مشترك في عملية الرقابة على عمليات العصر وعمليات التحضير، بالإضافة إنه المفروض إنه يكون في هناك يعني على الأقل توجيهات تفرض من وزارة الزراعة أو من الجهات اللي إلها علاقة في متابعة الزيتون. في حدا بتابع؟ هو المفروض إنه المفروض، أنا ما بسألك إذا كان في مفروض، أنا بسأل إذا في حدا بتابع. يعني للأسف الشديد أنا من علاقتي مع الناس اللي عندهم زيتون وعندهم كميات من الزيتون، ما في هناك يعني أفراد ممكن إنها تيجي توجههم بالطريقة الصحيحة لكيفيات التخزين عملية القطف وكيفية تخزينه لليوم التالي في حال كان في هناك بده يبدأ عملية العصر. ما في هناك توجيهات كيف ممكن إنها تكون العبوات أو شيء العبوة المثالية اللي المفروض على إنها تخزن فيها، كيف ممكن إنه نحافظ على درجات الحموضة المثالية المفروض. طيب هلا أنت إحنا دورنا كإعلام نحكي بهذا الموضوع ونعمل عليه، يعني كمان نجيب مختصين أكثر. أكيد بس يعني الناس بتسمع بس الناس، يعني بفكرك هذا الموضوع إنه الناس بتسمع، الناس ممكن تنفذ، يعني شو كيف، يعني ما هو البديل؟ أعطونا البديل. يعني المفروض هلأ في هذه الفترة بما أنه موسم بدأ القطاف يعني موجود عندنا في معظم المحافظات، المفروض على أنه المفتشين المراقبين في وزارة الزراعة يكون في لهم دور في عملية يعني على الأقل بعت منشورات توعوية على قضية كيفية. في حدا طلع منشورات توعوية؟ يعني وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، حماية المستهلك، أنتم جمعية حماية المستهلك، حدا بطلع، يعني حدا بقول للمزارع أنه أنت، يعني ما هو المزارع زمان كان المشكلة. احنا والله يا اخ علي يعني مشكلتنا في شقين. الشق الاول انه في بعض المؤسسات او الوزارات اللي لها علاقة ممكن يكون في هناك جزء من التقصير. هلا في حال لم يكن في هناك تقصير للاسف كمان المزارع ما بيسمع
في حال كان في هناك توجيهات، يعني بمعنى أنه بيستعجل دائما في أنه يحصل على المنتوج بأقصر وقت وأفضل سعر، لكن بالمقابل لما بتكون في هناك توجيهات لكيفية الحصول على الشيء اللي بده إياه، للأسف ما بيلتزم في التعليمات اللي واردة. يعني بعض المزارعين قد توردهم بعض التعليمات، لكن هذه التوجيهات أو التعليمات اللي بتصدر طيب سواء من طرفنا أو حتى من طرف وزارة أخرى ما بيصير في هناك متابعة. خليك يا دكتورة. دكتور محمد، يعني مباشرة بيجيني أسئلة، كثير بيجينا أسئلة، كل هالخطر والتحذير منه لا وزارة الزراعة ولا الصحة يعني جاي بسيري. على العموم حدا تاني بيحكي، مجدي شكو ببعث لنا بقول هل يوجد تقارير مخبرية موثقة بهذه المعلومات؟ اعطونا الطريقة الصحيحة للتعامل مع زيت الزيتون. انت اعطينا الطريقة الصحيحة للتعامل مع زيت الزيتون، واللي بده يرد علينا برد، واللي بده يرد هو حر. تفضل. شكرا ابو كريم، شكرا للسؤال المهم. هلا يكفي ان نقول ان الدول المجاوره زي الاردن منعت استخدام العبوات البلاستيكيه لتخزين زيت الزيتون. يعني اتوقع انه صار الوقت المناسب يا وزاره الزراعه يا وزاره الصحه على منع وجود العبوات البلاستيكيه لتخزين زيت الزيتون، او اتوقع انه ما ضل فيها كلام، يجب التحرك باتجاه منع هذه العبوات الصفراء لتعبئة زيت الزيتون بداخلها. المثالي ومن تجربة شخصية ومن تجارب كثيرة جدا وتجارب مخبرية، فقط الأفضل هو الستانلس ستيل، الدرجة الأقل من الستانلس ستيل، المعدن المجلفن. المعدن المجلفن يحتفظ بخصائص الزيت من ناحية الطعم، اللون، الرائحة، الخصائص الحسية، خصائص الكيماوية بحدود السنتين في حال إغلاق العبوة بشكل محكم. وأنا مستعد أجيب لكم زيت مخزن مجلفن صار له بعبوات مجلفنة صار له سنة كاملة وزيت. شوفك عوني عوني يعني عوني عارف الظهر، هو يعني من يصيد وفلاح وابن زيت، بقول تنكات الصفيح كمان احيانا بتصدي وبتغير طعم الزيت وتستخدم مره واحده فقط. وستانلس ستيل غالي جدا، 20 لتر ستانلس ثمنها 400 شيكل وال100 لتر ثمنها 600 شيكل. عن تجربه وخبره لتخزين نستخدم براميل زرقاء مستعمله. ما هو هذا المشكله الكبرى في الامر. المجلفن طبعا الشركات الوطنيه لصناعه العبوات او المعدن المجلفن شركات رائدة وأصبح لها باع طويل جدا بهذا الخصوص، وتصدر إلى كثير من الدول العالم، وهي مميزة بطريقة التعامل فيها. المصدر، نصيحتي لهذا الأستاذ أنه شراء العبوات المجلفة من مصدر موثوق. من مصدر موثوق القصد فيها أنه عملية الطلاء الداخلي لهذه العبوات يجب أن يكون من بمواد تمنع عملية الصدأ وعملية التآكل. ونفس الوقت بدي أحكي أنه تستخدم هذه العبوات لمرة واحدة فقط. يعني ما هو إحنا كمان بدناش دكتور يعني طول. طب كيف يعني هاي طول عمرنا بنستخدم؟ أي بقول حدا بقول لك طول عمرنا بنستخدمها وما فيش يعني إحنا مش شايفين منها ضرر، ما متناش منها. وبنفس الوقت انت بتقول ان الاردن منعت استخدامها، يعني بحاجة لقرار حكومي. والدليل ابو كريم بسيط جدا، احنا هلأ لما نيجي نصدر اي عبوة زيت الى الخارج منروح منجيب مجلفن. طبعا ليش مجلفن؟ لان اصلا يمنع ويحظر في بلادهم وجود عبوات او تخزين الزيت بعبوات غير العبوات المجلفن او الستانلس. فبالتالي الدول العالم كلها تشتغل على هذا الأمر. طبعا في إسرائيل بيستخدموهاش بالمرة، لأنه بيستخدموا الزيت في الزجاجة اللتر واثنين لتر والنص لتر والربع لتر أو الزجاج المعتم. حتى الزجاج المعتم ويعتبر من الطرق المثالية لتخزين عبوات صغيرة الحجم أو كميات صغيرة الحجم. نصيحتي للأستاذ الفاضل اللي تفضل أنه بيخزن في البراميل اللونها أزرق واللي معاد استخدامه وتكرارها، أنصحه تجربة بسيطة جدا خلال هذا الموسم يخزن بس تنكي واحدة يعبيها، تنكي مجلفن يعبيها ويسكرها، ويجرب على نهاية الموسم، نهاية السنة التالية، بداية موسم الجديد السنة القادمة 2023. طيب يجرب. حلو. أنا جربت إشي تاني، أنا جربت إنه أحط في الزجاج
واحطها بالفريزر، ووقت ما بدي باخذ منها يعني اطلعها بعد مش موسم الزيتون، بكون ضايله فتره طويله، بتكون كانها معصوره اليوم، يعني كانه الزيتون انعصر اليوم. لكن ما الضرر اللي ممكن يحصل اذا احنا حطيناها يعني خزناها في عبوه بلاستيكي، يعني بتكون مش مستخدمه لمره واحده؟ الضرر ابو كريم بارتحال مواد من العبوه البلاستيكيه، تعتبر هذه المواد مواد مسرطنه، صنفت عالميا مواد مسرطنه، وبالتالي تدخل لجسمنا خلال عمليه التخزين، راح تصير تزيد كميه هذه المواد المرتحله من البلاستيك الى الزيت، وبالتالي نتيجه طبعا حموضه الزيت تتفاعل معه وترتحل الى الزيت، وبالتالي احنا كمستهلكين بنوكلها بتدخل لجسمنا. هلا جزء بسيط يعني، واللي يفكر فيه الجميع يعني يتخيل هذا الامر، قديش حالات الكانسر اللي صارت موجوده في البلاد، عدد هذول الناس اللي بتزايد، والسبب الرئيسي في جانب وراثي وجانب اخر تغذوي والتعاملات الخاطئه مع الغذاء، مش بس الزيت، كثير من المنتجات اللي ممكن احنا نتعامل معها يوميا هي بتكون تحتوي على مواد مسرطنه تدخل داخل جسمنا مع عمليات. كل هالخطر، كل هالخطر والتحذير منه يا دكتوره، وما حدش جايب سيري يعني؟ طبعا احنا بعتقد لانه انت كمان كنت مشارك معنا قبل فتره من سنتين، واحنا عم نحكي ومنناشد على انه ضروره عدم التعامل كثير مع المعبوات البلاستيكيه وعدم تعريضها للضوء والمخاطر المستخدمه اللي ممكن انها تنشم عن استخدام العبوات البلاستيكيه. طبعا مثل ما تفضل الدكتور محمد، الماده البلاستيكيه عشان تسهلها على الناس، العبوات البلاستيكيه مصنعه من ماده تسمى بولي ايثيلين، يعني هذه الماده مجرد تعرضها لمتغيرات، سواء عم بحكي عن درجات حراره مختلفه، ارتفاع درجه الحراره او انخفاضها، تتحلل جزء من هذه العبوات خاصه في المنطقه الداخليه للعبوه البلاستيكيه. حتى البلاستيك المقوى، حتى البلاستيك المقوى له فتره صلاحيه محدده، يعني ما هو عشان يتحلل في الطبيعه بياخذ الاف السنين، يعني قال البلاستيك اذا بده يتحلل في الطبيعه بده الاف السنين. العبوة من الداخل، بعض من الجزيئات اللي داخلة في تركيبتها ممكن أنها تتحلل وتخرج على السائل اللي موجود في داخل مثلا الأنينة، عم بحكي عن عبوة ممكن أنها تتحلل في داخلها، هذه الجزيئات اللي عم تتحلل في داخلها ما منشوفها في عيننا المجردة، وما بتعطي تعكير، أو اللي نقول والله متعكر الزيت، متعكر الماء، متعكر العصير، ما بتعطي أي من هذه المشاهدات اللي بالعين المجردة، وبالتالي ممكن إنها تدخل على أجسامنا. إحنا كتير طالبنا لضرورة إنه يكون في هناك إلزام من وزارة الصحة لتحديد المواد اللي ممكن إنها تستخدم فيها العبوات البلاستيكية ومخاطرها. كمان عملنا زي حملة توعية إنه العبوات البلاستيكية اللي ممكن إنها تستخدم في إلها، يعني بكل العالم في بيكون عليها إشارة بتحدد قديش عدد المرات اللي إحنا ممكن إنه نستخدم فيها. يعني بعض العبوات البلاستيكية الريسايكل تاعها زيرو، محطوط زي مثلث في نهاية العبوة، أي واحد يمسك أنينة ويشوفها بيكون حاطط لك عليها صفر، معناتها ممنوع أنت ترد تستخدمها مرة تانية، يعني هي لمرة واحدة الاستخدام تاعها. بعضها بيكون مكتوب في داخل المثلث الصغير 1 2 3، هذه بتكون عدد المرات اللي المسموح فيها عالميا قديش ممكن انها تستخدمها. اذا عم نحكي عن العبوات اللي احنا عم نحكي عنها لتخزين الزيت، الزيت بعتقد على انه نوعية المادة البلاستيكية اللي داخلة فيها هي مقوى إن شاء الله. نعم. لكن بالمقابل المفروض على انها لها فترة صلاحية محددة، يعني فترة استخدام. نعم. حتى لو استخدمت بده يكون استخدامها محدود، مش عادة كل سنة لمدة 10 سنين. طيب هو احنا بنشوف، احنا دكتورة ما احنا بنشوف بالمطاعم، يعني حتى كل الاشياء اللي بتستخدم في البلاستيك، حتى يعني وانت بتقعد على الطاوله بحطوا لك الكيتش اب في ماده بلاستيكيه، في الخرده للمايونيز، كله مواد بلاستيكيه. احنا طلبنا من وزاره الصحه يكون في هناك متابعه، حتى على المطاعم، يعني حتى المواد البلاستيكيه اللي بحطوا لنا فيها الاطعمه واللي ممكن طلبتوا من وزاره الصحه، شو قالوا لكم وزاره الصحه؟ قالوا انه راح يشوفوا الموضوع وراح يتبعوا على موضوع هذا ويشوفوا هل هذه النوعيات البلاستيكيه اللي ممكن تستخدم، او الفلين، حتى الفلين اللي عم ينحط فيه البرجر ولا بينحط فيه السندويشات ولا غيرها، وخاصه اذا كانت درجه حرارتها عاليه، هل هذا البلاستيك او الفلين اللي ممكن انه يستخدم في الاغذيه هذا مسموح؟ قديش ممكن انه يكون درجه الحراره المسموحه اللي كان لازم تكون وضع فيه علشان يكون في هناك تسويق له؟ دكتورة فيحاء البحش، شكرا جزيلا لك
على كل هذه التفاصيل، نتمنى أنكم تتابعوا أكثر مع يعني الوزارات المختصة في هذا الموضوع. دكتور محمد الصباح، يعني كلمة أخيرة منك. أنا بحكي إنه زيت الزيتون هو غذاء ودواء، وبالتالي يجب الحفاظ على دوائنا بشكل صحيح. نبدأ به من عملية الحصاد، نمنع عملية ضرب الزيتون بالعصا، الحصاد باليد، الاهتمام بعملية نقله، تخزينه بثمار الزيتون بعبوات من الخيش أو البكس الجيد التهوية، ثم عملية العصر، المعاصر، اتقاء الله بدرجة الحرارة، المياه المستخدمة ما تزيد عن 27 درجة مئوية، عمليات العجن، درجة حرارة العجن، العجينة نفسها، وعملية الاستخلاص تكون بشكل مناسب ومثالي، وبالتالي حفظها يبقى على عاتق وكاهل المواطن نفسه. معاصر تجيب وتشتري العبوات الصفيح المجلفن وتعمل، ونصيحة كمان لمصانع المجلفن إنها تعمل تخصيص أسعارها حتى يكون بمتناول. معقول كل هالقد، معقول كل هالقد فاقد في الزيت؟ يعني بيفقدوا المزارعين دكتور؟ نعم، ويكاد يكون أرقام مهولة صراحة، المزارع بيفقدها من دون ما يعلم. يبقى على عاتق المعصرة والجهات الرسمية متابعة، وبنصح أنه هذه السنة تكون حملة قوية جدا على موضوع المعاصر ونسبة الزيت الفاقد بالجفت، لأنه وصلت أرقام مخيفة، خسارة كبيرة جدا على المواطنين. المزارع هو أولى بهذا. ليش يعني مخيف؟ يعني هو المسموح فيه عالميا للمعاصر الحديثة بحدود 4-5%، لكن تجاوزت كثير من المعاصر خلال الأعوام الماضية، تجاوزت هذه النسبة ووصلت إلى أكثر من هذا الرقم، بحدود ضعف هذا الرقم، 12 أحيانا في معاصر وصلت ل 15% فاقد بالجفت. وهذه الأرقام صراحة المواطن هو أولى بزيته، ما يروح بالجفت، ليش نخسره؟ ليش المواطن يخسر هذا الزيت بالجفت، وبالتالي كل تعب وجهده راح هباء منثورا. فنصيحتي لوزارة الزراعة، للمواطنين، للجميع، انه الانتباه الجيد للغذاء والدواء اللي بين ايدينا، اللي ربنا منحلنا اياه، نحافظ نعم. عليه. ان شاء الله يسمعوا الكلام دكتور. يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة. شكرا للدكتورة فيحاء البحش، جمعية حماية المستهلك، وشكرا للدكتور محمد الصباح، خبير الأغذية في جامعة النجاح، كنت معنا في نابلس. شكرا على كل هذه التفاصيل.